أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي وزوجته في مخيم الهول شمال شرق سوريا. لطالما حذرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا من أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة تساهم وبشكل كبير وتساعد تنظيم داعش الإرهابي بتنظيم صفوفه. وبالطبع تشير الوقائع على الأرض بحسب متابعين أن داعش هو ربيب النظام التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث يزامن دوما أي هجوم تركي على المنطقة مع عمليات وأنشطة للتنظيم الإرهابي. أمس الخميس أعلنت قوات سوريا الديمقراطية خلال بيان مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي وزوجته في مخيم الهول شمال وشرق سوريا، إذ تمكنت قسد بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والتحالف الدولي من القضاء على إرهابي خطير يدعى أبو عبيدة العراقي، موضحة أنه رفض الاستسلام وحاول أن يفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه. ويعد أبو عبيدة أحد القيادات العليا في التنظيم، وهو متورط في مقتل العديد من النساء والرجال في المخيم، كما يعتبر المخطط الأول لشن هجمات ضد حواجز أمنية وعسكرية، والمخطط الأساسي لتهديد المؤسسات المدنية في مخيم الهول بحسب البيان. ويبدو أن الهجمات التركية الأخيرة شجعت الأخيرة للقيام بأعمال إرهابية جديدة في المنطقة، انطلاقاً من مخيم الهول الذي يتواجد فيه حوالي 11,000 شخص يشتبه بانتمائهم للتنظيم، منهم 3,500 عراقي و2,000 شخص من 70 جنسية مختلفة. ويحوي مخيم الهول شمال شرقي سوريا ما يقارب 55,000 شخص لهم علاقات أو روابط عائلية بتنظيم داعش، فيما تشير تقارير إلى أن التنظيم يستمر ببرنامج يهدف لتجنيد الأطفال من مخيم الهول، في حين يوجد 850 طفلاً من عائلات داعش في مراكز إعادة تأهيل تتبع للإدارة الذاتية. ينضم إلينا من شمال شرق سوريا أحمد محمد، محرر في وكالة أنباء هوار. أهلا بك أستاذ أحمد. إذا نتحدث عن عملية أمنية تم فيها قتل قيادي داعشي وزوجته أو قيادي لخلايا داعش في مخيم الهول، ما هي التفاصيل المتوفرة لديك؟ يعني العملية في ليلة 27 من كانون الأول الجاري نفذت من قبل قوات سوريا الديمقراطية وحداتها الخاصة في مكافحة الإرهاب لجانب قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوى الأمن الداخلي الواحدة والنصف ليلا، بناء على معلومات وردت من مصادر لقوى الأمن الداخلي داخل المخيم ب يعني تجهيز ما يدعى أبو عبيدة العراقي للقيام باغتيال مرأة وأيضا طفلة داخل المخيم. تحدثوا لوسائل إعلامية بناء على تلك المعلومات تحركت قوات سوريا الديمقراطية فرقها الخاصة وأيضا قوى الأمن الداخلي، دعمت خيمته في القسم الرابع، هذا القسم المخصص لأقاطني المخيم العراقي، وقام بمحاولة استدراجه لخارج الخيمة، لكن أبو عبيدة العراقي قاوم القوات التي أقدمت على المداهمة، مما أسفر بالنتيجة عن اشتباك بين القوات المداهمة وأيضا أبو عبيدة العراقي، هذا القيادي في مرتزقة داعش. بعد 5 دقائق أو 6 دقائق من الاشتباكات بين الطرفين أدت لقتل هذا القيادي في مرتزقة داعش أبو عبيدة العراقي. بعدها يعني ضبطت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بعضا من الأسلحة التي كانت بحوزته ومخبأة في أرضية خيمتي، وعبارة عن 3 أسلحة كلاشينكوف وبعض من ذخيرتها، بالإضافة لمسدسين أيضا مزودين بكواتم صوتية. على ما يبدو يعني بناء على
المعلومات الواردة يعني من المخيم من مصادر عسكرية أن هذه الأسلحة كانت تستخدم لعمليات الاغتيال أو قتل بعضا ممن يتخلون عن ذهنية داعش داخل ذلك المخيم. فكما تعلمون مخيم الهول يعني دائما ما نشهد فيه حالات قتل بعض النساء أو بعض الرجال العراقيين داخل هذا المخيم. يعني العملية بالمحصلة أدت لمقتل القيادي في مرتزق داعش أبو عبيدة. بيان قوات سوريا الديمقراطية حول هذا الموضوع كان واضح بأن كانت له صلة بعمليات اغتيالها بعض الأشخاص داخل المخيم وأيضا تسهيل خروج أو فرار بعض من أسر مرتزقة داعش سواء العراقيين أو الأجانب السوريين من داخل المخيم لخارجها ولمناطق سيطرة قوات دولة الاحتلال التركي. إذا أحمد يمكن القول أن هذا الشخص المدعو أبو عبيدة العراقي هو مهم بالنسبة للتنظيم داخل المخيم؟ يعني هو كان الرجل الأول لخلايا مرتزقة داعش داخل هذا المخيم، هو من ييسر أمور عوائل داعش في ذلك المخيم من توزيع للأموال التي ترد لهذا المخيم عبر مكاتب الحوالات على أسر داعش وتأمين فرارهم من داخل المخيم وما إلى هنالك، بالإضافة لمحاسبة بما يتحدثون عن محاسبة كل من يحاول الابتعاد عن أفكار داعش داخل المخيم أو من يلجأ إلى الإدارة المدنية لهذا المخيم أو لقواها الأمنية كان يشرف على هذه العمليات. لذلك قالت عن قوات سوريا الديمقراطية بأنه كان الرجل الأول لخلايا مرتزقة داعش داخل هذا المخيم، فعام 2022 في عمليات قوى الأمن الداخلية الإنسانية والأمن داخل هذا المخيم في مرحلتها الثانية اعتقلت أيضا قوى الأمن الداخلي الرجل الأول لخلايا مرتزقة داعش داخل هذا المخيم. على ما يبدو أبو عبيدة العراقي هو من تولى هذه المهمة عن أبو هاشم العراقي الذي اعتقل خلال عام 2022 مرحلة عملية الإنسانية والأمن التي أطلقتها قوات أمن الداخلي عام 2022 داخل المخيم الهول. على ما يبدو أبو عبيدة العراقي هو من تولى هذه المهمة بعد تلك العملية وبعد الاعتقال الذي تم عام 2022 لجانب قتل هذا المتزعم. أيضا انتقلت قوى الأمن الداخلي ليلة أمس 3 أشخاص آخرين داخل الفيز الرابع القطاع الرابع والقطاع الأول أيضا المخصص للعراقيين لديهم صلة أيضا بأبو عبيدة العراقي. على ما يبدو هم مجندون من طرفه للقيام ببعض العمليات داخل هذا المخيم، لكن المعلومات المؤكدة أو ما أفصحت عنه قوى سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي إلى الآن هو قتل هذا القيادي أبو عبيدة العراقي دون أن تفصح عن معلومات عن اعتقال أشخاص آخرين، لأن العملية وقعت ليلة أمس عملية اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة الآخرين سواء في الفيز الرابع أو الفيز الأول. طيب أستاذ أحمد، يعني اليوم بعد مقتل هذا القيادي أبو عبيدة العراقي وبعد يعني تمشيط المكان تم العثور على مسدسات وكواتم صوت كما تفضلت وربما هو مسؤول عن عمليات اغتيال، هل نتوقع إذن انخفاض حدة الاغتيالات في المخيم خاصة في القسم العراقي؟ وحضرتك تحدثت كان هناك حوادث كثيرة لعمليات اغتيال وقتل لأشخاص عراقيين سواء منهم نساء وآخرين رجال. يعني باعتقادي لن نشهد أي انخفاض لوتيرة العمليات، قد تنخفض خلال المقبل، لكن بين مرتزقة داعش وخلاياه سواء في المخيم أو خارجه عند ما يتم الانتهاء من أو القضاء على قيادي أو اعتقال قيادي في مرتزقة داعش سرعان ما تعمل الخلايا أو مرتزقة داعش بشكل عام على تعيين خليفة للقيادي الذي قضي عليه أو الذي اعتقل. فكما ذكرت عام 2022 قوى الأمن الداخلي تمكنت من اعتقال أبو هاشم العراقي، كان الرجل الأول لمرتزقة داعش في هذا المخيم، لكن نشهد اليوم القضاء على قيادي وهو أيضا رجل درجة الأولى لدى مرتزقة داعش في هذا المخيم. باعتقادي قد نشهد بعض انخفاض حالات القتل خلال الشهر المقبل، لكن سرعان ما داعش بتعيين خليفة لمن قضي عليه أو تم اعتقاله، فلدى داعش على ما يبدو
يعني بما يمكننا وصفه عقيدة راديكالية أو إرهابية لا يمكن التخلص من هذه الذهنية أو العقيدة لا. التي مترسخة في أفكارهم بشكل سريع، لا سيما هناك عدم أو هناك تجاهل من المنظمات داخل هذا المخيم لتوعية قاطني المخيم وتوعية أسر مرتزقة داعش للابتعاد عن هذه الأفكار والتخلي عنها. فكما تعلمون ودائما يتم الإشارة إلى هذه النقطة بأن مخيم الهول هو دويلة مصغرة لداعش ينشط فيها، فكما شاهدنا في العمليات السابقة لقوى الأمن الداخلي كانت هناك محاكم ميدانية ومحاكم ما يسموها بالشرعية داخل هذا المخيم، وأيضا كانت هناك لجان ما تسمى الحسبة يقوم بمحاسبة من يتخلون عن هذه الأفكار، هناك مدارس لأطفال داعش يقومون بنشر أفكارهم بينهم. لذلك باعتقادي أن مخيم الهول يحتاج إلى المزيد من هذه الجهود، المزيد من الجهود توعية تلك الأسر التي تقطن داخل المخيم، بالإضافة لنظر من قبل التحالف الدولي لهذا المخيم بشكل عام وتناوله كملف خطر يحمل معه خطورة على شمال وشرق سوريا في الدرجة الأولى ومنه على الدول المجاورة. ربما هذه المسألة هي الأهم، الملف بشكل نعم التي تطالب بها الإدارة الملف بشكل كامل. صحيح، الملف حل الملف بشكل كامل. هنا يسأل دائما يتساءل المراقبون لماذا إلى الآن التحالف الدولي لم يستكمل ربما مهامه بحل معضلة محتجزي داعش في مخيم الهول أو في السجون موجودة في مناطق شمال شرق سوريا؟ ما الذي يمنع الدول استعادة رعاياهم إلى الآن؟ يعني لا تزال جميع المساعي التي تبديها الدول المشاركة في التحالف الدولي أو دول أخرى فقط تقتصر مساعيهم على إجلاء بعض النساء وبعض الأطفال وهم لحالات إنسانية فقط إلى الآن، لكن لم نشهد أي تحرك جاد من قبل الدول المشاركة في التحالف الدولي أو الدول الأخرى لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، سواء المعتقلين في السجون لدى قوات سوريا الديمقراطية أو أسرهم الموجودون المحتجزون داخل مخيم الهول، وذلك نتيجة لما سوف يبرز من خلال التحقيقات مع هؤلاء الأسر أو مع المعتقلين عند إفساح المجال لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء المرتزقة، صلة هؤلاء المرتزقة بالعديد من الدول التي لها يد ومصالح في تحرير داعش أو توجيه داعش لنقاط في مناطق شمال وشرق سوريا أو في سوريا أو في العراق حتى. لذلك هذه الدول متخوفة من التطرق بشكل كامل لملف داعش، سواء ما يخص المعتقلين في السجون أو أسرهم الموجودين في المخيمات، لذلك يحاولون عدم التطرق لهذا الموضوع وقائهم على ما هو عليه، ولإرضاء الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تعمل هذه الدول بين الحينة والأخرى لإجلاء امرأتان أو ثلاث أو بعض من الأطفال إلى تلك الدول، حتى أننا كإعلاميين يعني لرصدنا عند رصدنا لما يخلف إجلاء هؤلاء إلى بلدانهم، محاكم تلك الدول سرعان ما تبت في هذه المواضيع وتطلق سراح البعض منهم، منها بلجيكا وألمانيا شهدنا خلال العام الجاري لم يتم اعتقال بعض هؤلاء الأسر إلا لشهران أو ثلاث فقط. نعم، أشكرك جزيل الشكر من شمال شرق سوريا أحمد محمد محرر في وكالة أنباء هاور.